نشرة إخبارية مفصلة من التلفزيون الجزائري، أهلا بكم. بداية وعلى إثر إعادة انتخابه بغالبية مطلقة، تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون التهاني من رئيسة مجلس الوزراء الإيطالية السيدة جورجيا ميلوني، التي هنأت رئيس الجمهورية بمناسبة إعادة انتخابه لولاية ثانية، مؤكدة مواصلة العمل على تقوية الشراكة الاستراتيجية التي تربط روما والجزائر، مجددة عزم إيطاليا على تعميق التعاون الثنائي والإبقاء على الحوار المستمر بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما حول الشرق الأوسط وإفريقيا ودور الجزائر في مجلس الأمن الأممي. وعبرت رئيسة مجلس الوزراء الإيطالية عن سعادتها للتطور الذي يحظى به مخطط ماتيا الإفريقي، متمنية أن يسهم مشروع جزيرتك الزراعي في تحقيق برنامج الجزائر للأمن الغذائي. كما تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون التهاني من قبل رئيس جمهورية موزمبيق السيد فيليبي نيوسي، الذي اعتبر إعادة انتخاب السيد الرئيس يعكس الثقة التي يوليها له الشعب الجزائري بعد الإنجازات التي حققها في المجالين السياسي والاجتماعي في ظل قيادته الحكيمة، معربا عن استعداده لمواصلة العمل من أجل تعزيز علاقات الصداقة والتضامن والتعاون الممتازة بين البلدين والشعبين. كما تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مكالمة هاتفية من أخيه صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الأمير السابق لدولة قطر الشقيقة، هنأه فيها بمناسبة فوزه بعهدة رئاسية ثانية. بدوره شكر السيد الرئيس أخاه أمير دولة قطر السابق على هذه التهنئة، وكذا عائلته الكريمة. كما هنأ رئيس البرلمان العربي السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بمناسبة إعادة انتخابه، تأكيدا على ثقة الشعب الجزائري العالية في شخصه ورغبته منه في استكمال المسيرة الناجحة، معربا عن ثقة البرلمان العربي بأن السيد الرئيس سيمضي بالجزائر في استكمال مسيرة التنمية لما فيه خير ومصلحة للشعب الجزائري العزيز. كما هنأ الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بمناسبة إعادة انتخابه لولاية جديدة، مؤكدا التزام جامعة الدول العربية بمواصلة دعمها للجزائر في مسيرتها التنموية، ومشيدا بالدور الفعال الذي تؤديه الدبلوماسية الجزائرية في دعم القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، متمنيا للسيد الرئيس تحقيق المزيد من الإنجازات. من جهته هنأ الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامية السيد حسين إبراهيم طه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بمناسبة إعادة انتخابه، مؤكدا أن حكمة وتجربة وخبرة الرئيس الواسعة ومسيرته الموفقة والمميزة وحسن اطلاعه على الأوضاع الإقليمية والدولية ستمكنه من قيادة الشعب الجزائري في هذه المرحلة الهامة وتحقيق آماله في المزيد من التقدم والازدهار. بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف وبتكليف من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أشرف مساء أمس الوزير الأول نذير العرباوي بجامع الجزائر رفقة عميد جامع الجزائر محمد مأمون القاسمي الحسني على مراسم إحياء ليلة المولد النبوي الشريف وتكريم الفائزين والفائزات في مسابقة حفظ القرآن الكريم. الاحتفالية الدينية حضرها وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهياتية العمرانية إبراهيم مراد ووزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بالمهدي إلى جانب جمع من المشايخ والعلماء. وليد صاري. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ولد الهدى فالكائنات ضياء، ذكرى مولد خير الأنام وأشرف خلق الله، مناسبة تم إحياؤها بجامع الجزائر، حيث ذكر عميد جامع الجزائر بالسيرة النبوية العطرة لرسولنا الكريم، مبرز الرمزية الاحتفالية التي تحييها الجزائر على غرار العالم الإسلامي. نحمد الله تعالى أن نشهد وإياكم هذا الاحتفال
الذي يقام في جامع الجزائر، يقام في هذا الصرح الحضاري الشامخ بعد افتتاحه، ليكون بإذن الله جامعاً للجزائر. أوقات سانحة لهذه المجالس المولدية، وهي من أفضل وخير لقاءات المؤمنين في بيوت الله، يستمعون فيها إلى ما يزيدهم معرفة بدينهم، يتعلمون فيها سيرة نبيهم صلى الله عليه وسلم، يتعرفون عن شمائله، عن مكارم أخلاقه. الاحتفالية التي أشرف عليها الوزير الأول بتكليف من رئيس الجمهورية وبحضور أعضاء من الحكومة عرفت تكريم فرسان القرآن الكريم الفائزين في المسابقة القرآنية لمولد النبوي الشريف. تحصلت بفضل الله على المرتبة الأولى، ونطمح بإذن الله إلى المزيد من النجاحات والتفوق في قادم المواعيد. الحمد لله على هذا الفضل الذي من الله عز وجل به علي، والشكر للوالدين ولكل مشايخي، والسلام عليكم ورحمة الله. تحصلت على المرتبة الثالثة في حفظ القرآن الكريم وتجويده وترتيله، والحمد لله. وأكرم بقوم أكرموا القرآن، وهبوا له الأرواح والأبدان، رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم. أتعهد بالمواصلة في حفظ كتاب الله وتفسير آياته ودراسة علومه. الحمد لله الذي وفقني لهذا، وما كنت يوفق لولا وفقني الله. تحصلت على المرتبة الثالثة. هي وقفة عند القيم الإنسانية التي يتميز بها الدين الإسلامي الحنيف، ولعل مجالس الذكر والخير هذه إحدى القيم المرسخة لمحبة رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام. ونبقى مع المجالس النبوية، وبمسجد الأمير عبد القادر بقسنطينة تم تكريم 62 حافظا لكتاب الله في أمسية إيمانية استلهم الحاضرون منها العبر والدروس من أخلاقه العظيمة وسيرته الحسنة صلى الله عليه وسلم. سعيد بلعز. مسجد الأمير عبد القادر بقسنطينة أو المعلم الإسلامي الحضاري عاش أمسية احتفالية إحياء لذكرى مولد السيد الخلق محمد عليه الصلاة والسلام. هذا الاحتفال الذي يتضمن تكريمين، التكريم الأول ل35 تلميذا وتلميذة من أبنائنا الذين فازوا في مختلف المسابقات في حفظ القرآن الكريم وتجويده، وحفظ القرآن الكريم بدون تجويد في كل 60 حزب أو 45 حزب و 30 حزب وربع القرآن وصغار الحفظة والسيرة النبوية وحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والمناسبة كانت فرصة لاستنباط العبر من سيرته وأخلاقه صلى الله عليه وسلم. هذه العادة ألفناها من قرون ومن أجدادنا سلفنا خلفنا سلف. نحن دائما نريد في هذا اليوم أن نستلهم العبر والعظات. الاحتفال والاحتفاء بمولد النبي صلى الله عليه وسلم يكمن في اتباعه، حين يقول المولى تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم والاحتفاء به تقتضي اتباعه. وإحياء لسيرته وتكريم لسنته تم تكريم 62 حافظا لكتاب الله. أحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقني لهذه المناسبة، وأن حصلت على المركز الأول في هذه المسابقة، وبفضل الله سبحانه وتعالى أنا مع القراءات العشر الصغرى والكبرى، وأحمد الله على هذه النعمة المباركة. أنا أقول لكل الشباب والشابات أنهم يتحلوا بأخلاق القرآن، أن القرآن هو أخلاقنا، هو يجب أن يبقى في قلوبنا، لأن القرآن هو نور وتاج وهو تاج لنا يوم القيامة. الأمسية كانت أيضا فرصة لإحياء اليوم الوطني للإمام وتبيان دوره في إصلاح المجتمع، لتكون أخلاق المصطفى عليه الصلاة والسلام
والسلام هي العبرة الأكبر من هذا اليوم، فصلوا على من قال فيه المولى عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم. وبالمناسبة أشرفت أمس وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة رفقة وزيرة الثقافة والفنون ووزيرة البيئة والطاقات المتجددة والمحافظة السامية للرقمنة بقصر الثقافة مفدي زكريا بالجزائر العاصمة، أشرفنا على احتفالية لفائدة المقيمين بدور المسنين. الاحتفالية التي نظمتها وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة عرفت تقاسم المسنين فرحة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف لتمكين هذه الفئة من أحياء الذكرى في جو عائلي قصد التواصل بين الأجيال. هذه المناسبة الدينية الشريفة التي تجمعنا في لقاء أسري كل مرة بأبائنا وأمهاتنا من دور المسنين. شفتوا أن قطاع التضامن الوطني في كل مرة يشرف على هذه الاحتفاليات في جو عائلي من أجل المحافظة على مبدأ تواصل الأجيال ما بين كبار السن وما بين الأطفال، تناغم كبير ما بينهم ما بين الجيلين، وهذا هو واجب قطاع التضامن الوطني ومجهود الدولة. وهي فضائل تدرس للنشء في منظومة قيمية متكاملة. عبد السلام حباس. القلب ينبض لخير البرية. وليلة 12 من ربيع الأول نسيم لمولد المصطفى، ليلة غراء لعهد جديد للبشرية وميلاد أمة إسلامية كانت مشكاة للمعمورة جمعاء. ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام هو ميلاد أمة جديدة خرجت للعالم، قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام هو ميلاد الرحمة وميلاد المحبة، بعد أن كان في المجتمع يسود فيه الظلم والعدوان والقسوة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بهذه الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ففي هذا اليوم نستغل هذا الشهر الأنوار للتعريف بأخلاقه، للتذكير بآثاره، لتعريف الناس برسولهم كما قال تعالى أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. نعرف أبناءنا، نعرف إخواننا، نعرف قومنا بأخلاقه عليه الصلاة والسلام. رسالة نبوية جاء بها سيد الخلق قوامه التسامح والأخوة والرحمة، وأخلاق محمدية أحبها النشء وجعلها قدوة أبدية. أنا زرت المدينة المنورة ورحت زرته ونتمنى نكون كيفه. هو خير خلق الله وخلانا تعاليم، خلانا إرشادات من بينها طلب العلم. أنا نحب الرسول صلى الله عليه وسلم ونحب نقرأ عليه بزاف قصص كثيرة نبوية وكتاب الرحيق المختوم. فهو قدوة لنا وإحنا دورنا نحاول نوصل هذه القيم لأولادنا باش يكون إن شاء الله جيل عنده أهداف. هو ذاك سيد البشرية، مدرسة للقيم الإنسانية وسيرة عطرة أساسها الاعتدال والوسطية. وعلى غير المألوف لم يتم تسجيل إصابة ناتجة عن الألعاب النارية كما جرت العادة في كل مناسبات المولد السابقة، وذلك بفضل وعي المواطنين بخطورة هذه الألعاب العينة من مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى زميرلي بالعاصمة. محمد عيشي. ليلة مولد نبوي هادئة شهدتها مصلحة الاستعجالات بالمؤسسة الاستشفائية سليم زميرلي، فمقارنة بالسنوات الماضية وإلى غاية منتصف ليلة أمس لم يتم تسجيل أي إصابات سببتها الألعاب النارية. لهذه الساعة ما لحقت حتى حالة للاستعجالات اللي رانا نتلقاوهم، الاستعجالات الجراحية يعني طب العظام ولا تاع الجراحة العامة ولا جراحة الأعصاب. فيما يخص الإصابات تاع النارية هذه لهذه الساعة ما تلقينا حتى إصابة. يعني بارابول العام اللي فات والعام هذا، العام الحمد لله هذا ما كانش بزاف لي كوم، ما كانش زاكسيدو، وصورتو تاع المولود، تاع المولود وتاع الحريق وتاع المحارق مازال ما دخلوناش قايتك لوبيتال ومازال ما عيطوناش قايتك في لومبيلونس عليهم. بدوره وعي الأولياء كان حلقة مهمة لضمان الوقاية من هذه الحوادث. أنا نقول المسؤولية ما هيش ليطا، المسؤولية أفونتو سي لي بارون،
ما يعطونهمش دراهم، ما روحش 200 300 ميل تاع محارق ويبقاو يلعبوا ويواسوا. نقول لك جو ريبات، المسؤوليه تاع لي بارون. تبقى المسؤوليه على عاتق الجميع من افراد الى سلطات محليه لتجنب المخاطر وتفادي الحوادث المؤسفه. والاحتفال بمولد خير الأنام تزامن هذه السنة وإحياء اليوم الوطني للإمام المصادف للخامس عشر سبتمبر من كل سنة، محطة لتثمين جهود الأئمة وإبراز دورهم في الحفاظ على مقومات وثبات الأمة وثوابت الأمة وتلقين تعاليم الدين الإسلامي الحنيف. ملك درحمون. ثلاث سنوات كاملة تمر على ترسيم اليوم الوطني للإمام بالجزائر تقديرا وعرفانا للأدوار العلمية والثقافية والاجتماعية التي يطلع بها الأئمة الذين شاركوا بالأمس في تحرير الوطن ويساهمون اليوم في تنوير المجتمع تعزيزا لمنهج الوسطية وصونا للهوية الوطنية والدفاع عنها. إمام يسهم مع غيره من الناس كل من موقعه في حراسة القيم، في حماية قيم هذا المجتمع الأصيل الجزائري، وفي حفظ الأخلاق التي تحفظ الفرد وتحفظ الأسرة وتحفظ المجتمع وتحفظ الوطن. أئمة هم الذين يعني يحرصون على تعليم الناس العلم الذي كان يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة. إذا كان هذا العلم الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة خرج ناس كانوا من الظلمات إلى النور، رجحهم كما قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. مكاسب هامة للأئمة ولقطاع الشؤون الدينية وخطوة مهمة نحو بناء دولة قوية كانت من خلال إقرار السيد رئيس الجمهورية لجملة من القرارات لصالح هذه الفئة كرفع الأجور وإعداد القانون الأساسي للأئمة وتفعيل صيغة الترقية، كما تم تخصيص سكنات وظيفية لفائدة الأئمة لأداء مهامهم في أحسن الظروف. الإمام بهذا يشعر بفخر خاصة مع أرمادة القوانين التي سنت في حقه والدفاع عنه وعن حقوقه. الحمد لله سبحانه وتعالى غيصونا في كنيسة كيميك سام كنيسة الإمام ونشكر ثانية مثلا يعني السلطات لنا مدبرن لنا يفكنا الزال وعلى رأسهم رئيس الدولة يفكنا الزال الإمام يزدر نزل الإمام للمجتمع. اليوم الوطني للإمام مكسب حقيقي تتجلى ثماره عاما بعد الآخر لترسيخ كل ما من شأنه الحفاظ على الأمن الفكري والروحي للجزائريين. في الشأن التربوي وبعد استئناف الموظفين الإداريين وموظفي التعليم والأساتذة لعملهم، أعلنت وزارة التربية الوطنية أن الدخول المدرسي للموسم الدراسي 2024-2025 لجميع المناطق سيكون يوم الأحد 22 سبتمبر الجاري. دوليا الآن توج المؤتمر المخلد للذكرى الثالثة بعد المئة لإعلان استقلال جمهورية الريف المنعقد بالعاصمة البلجيكية بروكسل، توج ببيان مشترك بين الشعبين الريفي والصحراوي يدعو المجتمع الدولي والحكومات المعنية إلى الاعتراف بحق الشعبين الريفي والصحراوي في تقرير المصير وإعادة إحياء الجمهورية الريفية. فوزية تاج. ضد الظلم والطغيان وممارسات المحتل المغربي، ضد المستعمر ومن يضرب بالأعراف الدولية وحقوق الإنسان عرض الحائط، توحد الشعب الريفي والشعب الصحراوي، رؤيتهم المشتركة وواجبهم النضالي من أجل حرية واستعادة أرضهم المغتصبة. في الذكرى الثالثة بعد المئة المنعقدة في بروكسل لإعلان استقلال الريف، يتوج هذا النضال الطويل والمسيرة التي يعيقها كل مرة الاحتلال المغربي ببيان مشترك بنوده تعترف بأحقية الشعب الصحراوي في تقرير مصيره دون تدخل خارجي، وبأحقية الشعب الريفي في إعادة إحياء الجمهورية الريفية بحدودها الحق. هذا الاعتراف المتبادل بالجمهورية العربية الصحراوية والجمهورية الريفية فتح قنوات تعاون مشترك في كل المجالات من أجل تحقيق الحرية والاستقلال لكلا الشعبين. البيان دعوة كذلك للمجتمع الدولي والحكومات الاعتراف بحق الشعب الريفي والصحراوي في تقرير مصيرهما دون شروط. صحراوي! صحراوي! صحراوي!
في فلسطين المحتلة تواصل قوات الاحتلال الصهيوني عدوانها على قطاع غزة في يومه 46 بعد 300، حيث استشهد 10 فلسطينيين بينهم أطفال ونساء، أصيب أكثر من 15 آخرين في قصف طائرات الاحتلال لمخيم النصيرات وسط القطاع، كما استشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون خلال استهداف طائرات الاحتلال منزلا جنوب مسجد الشمعة بحي الزيتون في مدينة غزة، وهذا تزامنا مع نسف منازل شمال شرق مخيم البريج، في حين اقتحمت قوات الاحتلال مخيم العين غرب نابلس ومخيم بلاطة، مما أسفر عن إصابة شاب بالرصاص الحي وآخر بجروح إثر تعرضه للاعتداء بالضرب أثناء اقتحام المخيم. بهذا نأتي إلى ختام النشرة، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.